بيا لحظة بحياتك حسيت أنه أنت فقدت أمك بالفعل؟ كل لحظة، لأنه مأساة الإنسان عند ما يفقد أمه. الأم كائن لا يمكن أن يضاهي كائن على الأرض. هيش تحس؟ شعور، يعني شعور يعني ببساطة. بس هي ماتت عمرك 7 سنين، لحقت أنه يثبت عندك هذا المفهوم؟ لأنه هذه حالة الفقد تخلي عند الإنسان يعني ديمومة في أن يعني لا يكون منكسر، لا يكون ضعيف، وإنما يحاول أن يعني يتكئ بشكل جيد على هذه المصاعب حتى يرتقي. لذلك كان وفاته يعني أنا أعتبره وازع قوي للاعتماد على النفس.